التخوف من الهوية المالية امتد من الأسواق الأمريكية إلى أوروبا، فأغلقت تداولاتها المالية هذا الأربعاء على تراجع كبير. بورصة لندن سجلت تراجعا بمعدل 158 نقطة، مؤشر بورصة فرانكفورت تراجع بمعدل 200 ونقطتين، أما بورصة باريس فسجلت انخفاضا بمعدل 168 نقطة. نحن متفائلون على المدى القصير، يقول هذا المحلل، لكن على المدى الطويل نحن نتخوف من الهاوية المالية التي تهدد الأسواق. اليورو سجل تراجعا أمام الدولار ليبلغ دولارا 21 سنتا، وسعر برميل نفط البرنت سجل تراجعا كبيرا تجاوز 3% ليبلغ 107 دولارات و73 سنتا.